حضرتك شو بتقربي المريضة؟ أنا بكون أختها. فينا نحكي لحالنا شوي؟ طبعاً. ما رح طول ماشي؟ شو في دكتور طمني؟ يا خانم للأسف أختك مع تضيق بصمام القلب. كيف يعني؟ كيف يعني تضيق بالقلب؟ أكيد في غلط، أختي مع ربو من صغرها. بصراحة حالة الربو اللي معها هلأ هي من أعراض المرض، نحن عملنا لها تحاليل ومع الأسف طلع معها ضيق بصمام القلب وحالتها خطيرة. ما عم بستوعب، نازلي لساتها طفلة دكتور. العمر ما له علاقة بنو، ومرضها من الولادة ومع الأسف وضعها خطير كتير. طيب ما له علاج؟ بيتعالج بطريقة واحدة واللي هي العملية. مع البشر. شو بدي أعمل؟ ما ضل عندي قوة أتحمل أكثر من هيك. أمي بالسجن وأختي بالمستشفى، ليش كل شي عم يصير ضدي؟ ليش؟ ليش يا الله دخيلك؟ ليش؟ بدي معجزة لساعدهم، ما رح أقدر ساعدهم. شو ساوي؟ دكتور شو قال لك اختي؟ فيني شي بخوف؟ ما في شي بخوف، قال لي انه انت عم تمثلي علينا يا ملعونه. حابه تدللي شوي بس الربو متأزم، ما هيك؟ شفتي اليوم شو تعبت؟ مرقت على خير والحمد لله، ما صار لك شي، بس كتب لك ادويه جديده وخلص جبتها. على هذا الدواء بتتحسني، لا تخافي حبيبتي اكيد رح تتحسني. بابا اترك امي، بعد عنا اتركها. انتي ما عم تفهمي، وانا رح ربيكي. ارجعي انتي ولا تتدخلي ابدا. دمرت بسببك. حبيبتي دفياني هلأ؟ ايه البيت هون دافي كتير، عمو خليل منيح كتير، ما هيك؟ كتر خيرن، الجماعة أكابر وما قصروا معنا أبدا. يلا أنتي صار لازم تنامي يا عمري. ايه أختي بدي أسألك سؤال لو سمحتي. أمي رح يطالعوها ما هيك؟ رح يطالعوها أكيد، حيطالعوها. وسمعتي الدكتور؟ من اليوم ورايح رح تاكلي منيح وما رح تزعلي ولا تفكري بشي. اتفقنا حبيبتي؟ اتفقنا. اخ شو طيبة. يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير يا عمري. نوم الهنا.